بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم اصدقائي. بركولي الحمد لله وصلني الدرع بتاع ال 100,000 مشترك الحمد لله رب العالمين. وصل بعد تعب ومجهود كبير جدا، بقالي سنتين انا في القناه بتعب والحمد لله رب العالمين، ربنا كافئني والدرع جاني. بص ماليش دعوه، هي 6,000 انت شايفها، العيب فيك انت، نظرك انت اللي ضعيف، مش هتصدق ان انا، عيب عليك. ده انا حتى اصدقائي على فيسبوك كانوا بيهنوني ان الدرع شكله حلو والدرع شكله جميل وما تطلعوش للناس علشان خاطر ما حدش يحسده، وانا قلت خلاص الناس عندها حق، انا مش هطلع الدرع للناس وهخليه عندي في البيت. والمشكله كلها انك لو بصيت تحت هتلاقي 6,000، ده معناه ان العيب فيك انت وانت اللي ما بتشوفش عزيزي. هتقول لي ده عيل اهبل، ايه اللي بيقول ده عنده 6,000 وبيقول عنده 100,000؟ بص عزيزي، هي ممكن لما تطلع مني تقول عادي عيل عبيط وبيقول حاجة مش موجودة، بس لما تطلع من مؤسسة مفترض ان هي مؤسسة كبيرة في الكرة المصرية وتلاقي ان نجومها بتقول الف 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 مبروك ان احنا نادي القرن الافريقي، اللي هو ستوب ستوب، مش الان نادي القرن الافريقي، انتوا بتشتغلونا يا عم الحاج، انتوا بتقولوا ايه بالظبط؟ لا الزمالك نادي القرن الافريقي ليه؟ النهارده 9/7/2021 وده معناه ان 9 اكبر من 7 عزيزي، فالحمد لله نزيد بقى الزمالك نادي القرن. اللي هو طب ده الاتحاد الافريقي اعلن ان الاهلي هو نادي القرن من 2000، من سنه 2000، يعني الكلام ده بقاله 21 سنه، انتوا بتفتكروا دلوقتي ليه؟ لا معلش، ما انا المستقبل بالنسبه لي ان البس 60 ميله وما عنديش مجلس اداره ووصلت في الالفيه الجديده من بعد اعلان نادي القرن الافريقي لبطوله واحده بس قاريه، ومن بعدها ما خدتش اي حاجه غير كونفدراليه وباصل نهائيات دور الابطال ما باخدش اي حاجه. ما عنديش مجلس اداره، عندي لعيبه عقودها بتنتهي وبتمشي، ما عنديش اي مشكله، بس انا حاجه ركز بقى في نادي القرن الافريقي والتسعة اكبر من 7، ومصطفى مراد فاهم يعمل معامله على الزمالك، والكلام اللي هو عندنا في مصر هنا مفيش حاجه اسمها غد مشرق ولا غد افضل، احنا نقعد ندعبش في الماضي علشان خاطر احنا مفلسين. ومعروف يا صاحبي التاجر لما بيفلس بيدور في ام دفاتره القديمه. مرتضى منصور لما جمهور الزمالك كان بيقعد يشتم فيه ويقول له مؤامرات وانت واولادك ناهبين النادي، كان يقول لهم انا بعت للفيفا علشان خاطر نادي القرن، افرحوا بقى هجيب حقكم. وتقعد تدور 5-6 سنين كده، مرتضى هي فين القضيه بتاع نادي القرن دي؟ هي الملف راح فين يا اسطى؟ ما عادي يا اسطى، انتوا مش مصدقيني، انا بعت قلتلكم ان انا بعت. والنهارده رئيس اللجنه المؤقته السيد حسن لبيب او حسين لبيب بيقول لك لا تقلقوا اصدقائي وجماهير نادي الزمالك، انا لسه مستمر في قضيه نادي القرن الافريقي. اللي هو مرتضى كان بيضحك عليكم كده، طب انا هكمل معاكم نفس الضحكه هي وهتمشي عليكم برضه، وتطلع تحتفل وتقول لك التسعه اكبر من 7، اللي هو مش ملاحظ ان في انت مصدر سخريه في ظل القصه دي كلها؟ يعني انا لما قلت لك ان انا عندي 100,000 كنت مقتنع ان انا بسخر من نفسي، انما انت لسه بتحتفل بان الزمالك نادي القرن الافريقي وبتتكلم بالموضوع بمنتهى الجديه وانك ظلمته وما ظلمتش، اللي هو يا ابني الكلام ده بقى له 20 سنه حبيبي يعني. بس عادي، بما انك في مصر فكل حاجه عادي يا صاحبي، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني احنا خلاص اللي هو ولادك تعبوا يا مصر، بس هنعمل ايه؟ كل يوم بنشوف حاجه جديده تتعب اكتر من اللي قبله. فاللي هو كرة في مصر سيئة ومنتج سيء وإضاءة وكاميرات وحاجات كتير، منتج يشوه العين بصريا، نحاول نطوره؟ لا، احنا نقعد نتكلم عن ان الزمالك نادي القرن الافريقي، اللي هو مش الاهلي مخلصت باين وبنحتفل بيها كل سنة؟ مالناش دعوة، دول ظلم ظلم ظلم، دول عملوا علينا مؤامرة كونية. اللي هو الكلام ده بتسمعوش غير في مصر، ليه؟ عشان احنا ام الدنيا وقد الدنيا وبنعمل حاجات بره ام الدنيا، فانت بتتكلم في ايه يا عزيزي؟ فلو انت مصدق الكلام بتاع ان الزمالك نادي القرن وان انت اتظلمت من الاتحاد الافريقي ومجابل الاهلي ومش عارف ايه وايه 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 وايه، فكمل لحد دلوقتي يا اسطى، كمل، انت بقالك 21 سنه مقتنع بالحاجات دي، هتيجي على الثلاث اربع دقايق بتاع اخوك وهتغير رايك؟ ما خلاص. بس انا بقول لك انت اللي انت بتعمله ده انت مصدر سخريه لا اكتر ولا اقل، فانت لو انت عايز تستمر في السخريه اللي عليك من الجمهور المنافس هو النادي الاهلي، وده من حقنا بصراحه لان احنا شايفين ان انت مصدر خام للسخريه، وحتى ميدو يقول لك النادي الاكثر تتويجا في الامر، انت بتعمل يا اسطى، بس عادي عادي، احنا بنقول لك في القناه دي ان كل الناس دي بتدور على المصلحه، والمصلحه دلوقتي فين؟ ظبط الزبون اللي يطلع مجنون، او اللي هو الناس عايز تسمع ايه؟ قول لها اللي هي عايز تسمعه، لا اكتر ولا اقل. عرفت يا صاحبي ليه الواحد لحد دلوقتي الحمد لله فخور ان انا عندي 6,000 مشترك هنا محترمين وناس بتتكلم في الكوره بس وما بتهبطش اكتر بكتير جدا ما يكون عندك ناس كتيره قوي وكلها بتهبد وما بتتكلمش في الكوره وكل اللي بيعملوه ان هم بيزيطوا لا اكتر ولا اقل؟ احنا مش عايزين صوت زياطين عزيزي، بس ما عنديش اي مانع لو في زياط جديد عايز ينضم للقناه يشترك ويعمل سبسكرايب عزيزي ويعديها على خير، ويمكن ربنا يكرمنا في يوم من الايام وناخد ام الدرع ونخلص من ام الكربه بنت الجزمه اللي مش جايبه همها من يوم ما جبتها دي. شكرا عزيزي على المشاهده.